once again here in Sharm for the last crucial stretch of COP27. The Secretary General's presence here in the last few hours as parties strive to finalize discussions أطراف أن تنهي مناقشتها وتصل إلى النتائج، وهذا يشهد على الأولويات والأهمية التي يتم إلى هذه العملية وإلى الجهود الدولية التي تتم لمعالجة قضية المناخ. إن نظام الأمم المتحدة والدور الذي تلعبه لمكافحة التغير المناخي والأمين العام هو تجسيد هذا العمل. السيد الأمين العام وفريق رئاسة COP27 وهيئة UNFCCC يستمرون في مناقشتهم، وتم إحراز المزيد من التقدم، ويتضح لنا أنه في هذه المرحلة المتقدمة من عملية COP27 لا يزال هناك من القضايا التي لا زالت مفتوحة والتي يتم مناقشتها بين الأطراف. في 7 و 8 نوفمبر التقى قادة العالم وقدموا دعما كبيرا للجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي والتكيف مع تأثيراته، وهذا يؤكد أن الدول ملتزمة ولديها الإرادة بتلك القضية، وقدمت تعهدات والمزيد من الالتزامات لدعم مكافحة المناخ، وهذه الالتزامات تحتاج أن يتم تنفيذها. وبالأمس واليوم كنت أحضر المشاورات بين الأطراف المختلفة، واشتركت في المناقشات المباشرة مع الأطراف المختلفة، وبعض المناقشات كانت إيجابية وبناءة، وبعضها لم تعكس الإدراك المتوقع للتحرك بشكل جماعي لمواجهة الحالة الطارئة للأزمة المناخية. برنامج عمل التخفيف لديه الكثير من النتائج، وبالنسبة للتكيف هناك الكثير من العمل الذي لم يتم بعد، ونحاول أن نجسد القضية. وفيما يتعلق بالخسارة والضرر، فإن الجميع الأطراف تحاول أن تتخذ الإجراءات السياسية اللازمة لهذا الشأن. هناك القضايا المتعلقة بالترتيبات الخاصة بتمويل الخسارة والضرر لمواجهة التغير المناخي، وأعتقد أن المزيد من الجهد يجب أن يتم بذله من كل الأطراف في هذا الشأن، وهذا سوف يقدم الأساس الذي يسمح لنا لكي نستجيب بشكل فعال للطلب الملح لتوفير الدعم المالي اللازم لتعويض الخسارة والضرر. ونحن نؤكد على ما تم التأكيد عليه من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية في نوفمبر 7، حيث أن العالم أصبح ساحة للعروض الخاصة بالبؤس الإنساني، وهذا يجب أن ينتهي الآن وليس غدا. من جانبنا فإن رئاسة COP27 تعمل ليلا ونهارا لتسهيل الوصول إلى نهايات قاطعة لكل القضايا. أدعو كل الأطراف أن تتخذ كل الخطوات اللازمة للوصول إلى النتائج والاتفاقات المرغوبة. العالم ينتظر لتأكيد الجدية الخاصة بهذا الشأن، وأدعو الأمم جميعها لكي تلاقي وتقابل طموحات شعوبها. وشكراً.